نادي في الكون. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين ولاد صوت جرس عم بترن بعيد الليلة ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب نهديه خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عين والعين سوارة بمين والإيد تعلق عالشجرة غنية وانا إيه كل بيوت ما مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعي يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جرام عم بترن بعيد الليلة ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد. كل سنة طيبين لأخواتنا المسيحيين بمناسبة السنة الجديدة وإن شاء الله يا رب يكون عام سعيد على مصر جميعا ونرى ازدهار وكل سنة طيبين وبنقدم كمان التقدير والتحية لرئيسنا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتمنى له يا رب كل الفرح والهنا والسعادة وتكون سنة حلوة جميلة تعوض كل الأيام الصعبة اللي احنا شفناها ونتمنى الفرح للجميع يا رب ان مصر كلها تبقى بخير وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب دايما وسنة سعيدة على رئيس الجمهورية وتحيا مصر من بيتنا النادي الأهلي بنوجه تهنئة لكل المصريين ما عندناش احنا أديان كل المصريين دول مصريين بس ما بنقولش الا كل المصريين كل سنة وانتم طيبين وبنشكر طبعا إدارة النادي على الحفلة الجميلة ديت ويعني أول مرة نحضر حاجة بالمنظر الشيك والجميل ده يعني متشكرين لمجلس إدارة النادي بصراحة يعني يا عين نادي يا جدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحلوة عين نادي يا عين نادي كل سنه وانتم طيبين من النادي الاهلي واقولها بالنيو يير وكل اهلاويه بتقولها نبقى بالنيو يير كل سنه وانتم طيبين على مناسبه العام الجديد بصراحه انا متفائله قوي بالسنه الجديده ان شاء الله وكل الـ يعني الـ الظواهر جميله جدا وخصوصا النهارده يوم جميل قوي قوي وكانت يعني خطوه حلوه في النادي للاحتفال الجميل ده يعني عمل تواصل بيننا اجتماعي حلو قوي قوي وكانت خطوه جميله جدا وحاسه في روح تعاون ظاهره واضحه يعني انا بقول طبعا لكل اعضاء النادي الاهلي المحترمين بقول لكم كل سنه وانتم طيبين وخص بالذكر الاخوه المسيحيين بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وتبقى اعياد سعيده عليكم وعلى اسركم وتهنئه خاصه لمجلس اداره النادي الاهلي على راسه الكابتن محمود الخطيب
اللي باذن الله كل جمهور النادي الاهلي واعضائه متوقعين خير كتير ان شاء الله للنادي الاهلي وجمهوره واعضائه ان شاء الله. ما قال لي وقلت له ومل وملت له وجاني ورحت له يا عواد الفلبينو. ما قال لي وقلت له يا عواد الفلبينو. ما قال لي وقلت له يا عواد الفلبينو. وانا برضه حلفت له يا عواد الفلفلو. كل سنه طيبين وعام جديد وسعيد الحمد لله يعني. كل سنه وانتم طيبين بنسبه العام الجديد. انا بعت رساله من هنا للنادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي بنقول لكم سنه طيبين والسنه الجايه كل الاعضاء كلها بخير وبسعاده يا رب العالمين. وعلى الأمة وعلى مصر كلها يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. كل سنة والنادي الأهلي كله طيب ويا رب تبقى سنة سعيدة على النادي كله. كل سنة وكل الأهلاوية طيبين وسنة سعيدة على النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يحسم فيها بطولة الدوري وبطولة أفريقيا إن شاء الله. والكابتن محمود الخطيب كل سنة وهو طيب وإن شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الأهلي. كل سنة وانتم طيبين نسبة العام الجديد. كل عام وانتم بخير وان شاء الله تكونوا مبسوطين في السنه الجديد. كل سنه وانتم طيبين. هابي وين الدنيا تفوق ودايما ياخدوا الدوري ودايما الكاس والاهلي دايما رافع راسنا. الله الخير يا عم كل حاجه، كم البلد يا عم البلاد اللي حوالينا، الامور تهدى، ما يبقاش في عداءات ولا مشاجرات ولا مشاحنات وكلام ده، يعني ربنا يجيب الخير يعني. امنيتي كتير قوي
يعني ربنا يطمنا على اولادي وعلى اخواتي وعلى كل حبايبي، ونكون بصحه بخير ان شاء الله باذن الله. امنيه السنه الجديده ان الاهلي يفوز بكل البطولات. الحمد لله يعني النادي الاهلي عامل بطولات كبيره، وان شاء الله يفضل مواظب على المستوى اللي هو فيه دلوقتي. امنيتي اعمل اللي يكون عندي درجات حلوه في الامتحانات، وربنا يسهلها معايا وابقى لعيب كوره. برجع تاني واقول لك ريحني وخليني عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك، وما تفوتنيش انا وحدي افضل حياتي، ما تخليش الدنيا تلعب فيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي افضل حياتي، ما تخليش الدنيا تلعب فيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا شويه عليك. امنيتي الحب والسلام لمصر كلها، وربنا يبعد عننا الناس اللي هي مش كويسه، اللي هي بتحاول تسوق مصر وتحاول تبعد مصر عن الحاجات الكويسه. يعني بنقول من قلبي اتمنى كل خير لمصر ان شاء الله، وللشعب المصري والشعب الاسلامي ان شاء الله. بيبو حبيب الملايين، وبقول له مبروك رئاسه النادي الاهلي، ومنتظره طفره في الكره على مستوى مصر، وخصوصا بالنسبه للالترس. عايزين تغيير جديد مش هينفع غير ببصمه بيبو. ونتمنى ان السنه الجايه ان شاء الله نشوف بلدنا احسن واجمل، ويكون الارهاب قل شويه منها، ويكون الخير يعم عليها كلها. عايزه الاهلي يبقى احسن واحسن يعني. امنياتي ان انا اشوف النادي الاهلي احسن نادي في الكون. لا يا ما قالوا لي تحبني، رد قلبي قالوا ماله لما حلو ايه العالم. بحبك يا اهلي، وعام جديد عليك يا اهلي. عام جديد عليك يا اهلي. عام جديد يا اهلي. عام جديد عليك يا اهلي. عام جديد عليك يا اهلي، واحنا طبعا اهلاويه، وعام جديد علينا كلنا. عام جديد عليك يا اهلي وعلى كل اللي في الاهلي يا رب. بكل قلبي عام سعيد، وعام كله خير وانتصارات وحب ورفاهيه وازدهار وتطور للنادي الاهلي الجميل، نادي القرن، نادي اعظم نادي في افريقيا والشرق الاوسط. بغني في دار الاوبرا المصريه من زمان مع المايسترو سليم سحاب، وبتمرن مع دكتور يعني دكاتره كتير في الموسيقى العربيه، وآية صاحبتي ودي فرقتها، وانا جيت غنيت ان راح منك يا عين، وغنيت الدنيا غنوه. طبعا حفله جميله جدا، لان انا يعني اهلاويه وهي في النادي الاهلي، لكل جمهور الاهلي، وحفله طربيه بمناسبه راس السنه ومع المطربه الجميله ايه عبد الله. غنيت ان راح منك يا عين للفنانه الكبيره الله يرحمها شاديه، وغنيت الدنيا غنوه للمطربه الكبيره الله يرحمها ليلى مراد.
يعني انا دلوقتي عندي 19، انا في الاوبرا من هو مثلا عندي 12 سنه 10 سنين بغني مع المايسترو سليم سحاب من زمان جدا، وهو كان بيمرنا وعرفت ايه برضو من المايسترو سليم سحاب، وهو كان بيمرنا وبعدين بقينا نغني مع بعض في حتات كتير وكده. بس وهي مطربه كبيره معاها فرقتها يعني. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل جماهير الاهلي بخير، وكل مصر طبعا بخير. طبعا بتمنى في 2018 ان كل الناس تحقق كل الاماني اللي عندها، وان الوطن العربي كله يتحد، ويعني نبقى كلنا في سلام وامان، وترجع سوريا وفلسطين وكل البلاد العربيه زي ما كانت. وعام جديد عليك يا اهل. على رمش عيونك الكلاوة ترقلي مني وقلبي غوى، وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الهوى، وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الهوى، من نظرة لقيتني صاري على الهوى، من نظرة لقيتني صاري على الهوى. يا بابا يا بابا يلا في القمر، لا ضحكة يا ويلي لون الصغر لما الورد بيملى شفايف القمر، ضحكة لها من ودنك تسم القدر فوق خدود العطاش في يوم المطر. وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوى، وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوى، من مجرى ليل من صاري على الهوى، من مجرى ليل من صاري على الهوى. يا بابا يا بابا انا مبسوطه جدا طبعا النهارده ان انا بقضي الكريسماس واحتفالات عيد الميلاد في النادي الاهلي. شرف كبير ليا، شرف كبير لاي فنان تواجده في النادي الاهلي، الكيان العظيم طبعا. ويا رب النهارده يكونوا اتبسطوا بالحفله. اللي حلوة دي عينيا، اه يا عينيا اعمل ايه يا عينيا، عايزين يبعدوني 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 ومش صابرين عليا عينيا. يلا عاشق وغلبان والنبي، عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة وتعبانة
عرش أفوت والنبي ده أنا كل حتة في طوبي دايبة 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 في هوا محبوبي. مكان كبير جدا زي النادي الاهلي لما يكلمني انا بكون فخوره جدا، لان ده شرف كبير لاي فنان الغناء في النادي الاهلي. وعايزه اقول ان انا كمان بنت النادي الاهلي، فيعني ده بيبقى يعني حاجه جميله ان انا بكون وسط اهلي في النادي، مش مجرد مطربه جايه تغني وبس. يا مصدق براف البيت مصدق براب البيت، لسحركم إذا غنيت، لسحركم إذا غنيت، وأركز بنات الحي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيني. يلا سوا كلنا للكريسماس. غنيت ليلة عيد لفيروز. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زين وناس صوت شرق عم بترن بعيد. الليلة ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولامة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب نهديه خلف الباب، كيس أشرب الدار ويدوروا ناد صغار. والشجرة صارت عين والعين سوارة برين والإيد تعلق عالشجرة غندي وانا. وغنيت أغاني بقى طربية ووردة وأم كلثوم وحاجات جديدة وحاجات من أعمالي. غنيت من أغانية ما حبتنيش والليلة وكذا حاجة، وغنيت من الأغاني القديمة بهية وعدوية وأم كلثوم أنت عمري وحاجات كتير. يعني حاولت أن أنا أنوع في البرنامج علشان يعني يناسب كل الأذواق. بهية وأنا بحيي كل الموجودين الأهلوية، وكل الحكاية عيون بهية بهية. وأنا بمسي على كل الموجودين في الليلة الكريسماسية، وكل الحكاية عيون بهية.
كل الناس كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله سنة 2018 تبقى سنة سعيدة عليكم وتحققوا فيها كل اللي بتتمنوه، بس اهم حاجة ان انتم تخططوا صح علشان توصلوا لهدفكم صح، واللي محققتوش في السنين اللي قبل كده تحققوا ان شاء الله في السنين اللي جاية. وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العيش ببيع الدواء من مصر ليتني صاري على الهوى من مصر ليتني يا بار يا هو عام جديد عليك يا أهلي. كل سنة وانتم طيبين وعام جديد عليك يا أهلي يا حبيب الملايين. كل سنة وانتم طيبين. عام جديد عليك يا أهلي. 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 عام جديد سعيد عليك يا أهلي. عام جديد 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 عليك يا أهلي. واجه النصر في الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري المصري على استاد القاهرة. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي الثلاثاء الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. صفوت طويلة قدام لمصطفى عبده. الخامس من إبريل سنة 76. مباريات عاملة علامة. صحف مصر تحيي الأهلي. خط المهجوم حلوة يا سلام. ذكريات جميلة وذكريات رائعة في ماتش مونشن جلادباخ. مونشن جلادباخ وقتها كان جاي حصل على 3 دوري يمكن ألمانيا. لعبة طويلة عكسية حلوة يا باشا. 120 ألف متفرج وقفوا حتى فوق الأنوار. الأهلي قدر يعمل نتيجة إيجابية مع بطل أوروبا. انت حاسس بإيه ما الكابتن بيبو كان فايق قوي في عظمه؟ حسينا إن الاستاد بيكسر. الاستاد بيتهد من جمهور النادي الأهلي. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. طول عمرنا ما بنيأسش، ما بنخافش، بندور على الصعب ونروح له. عشان كده مفيش حاجة بتفرقنا. أعظم نادي في الكون. الأهلي فوق الجميع. الأهلي
أعظم نادي في الكون. فنان انه يعني يحتفل مع شعب مصر، لاني انا بعتبر ان نادي الاهلي هو رمز على النادي اللي هو يعني من اعرق الانديه، مش في مصر ومش في الوطن العربي، في العالم كله، بجماهيره، بادارته، بتاريخه، بانجازاته. ما فيش شك، يعني أنا مبسوط إن أنا بشارك النهاردة في حفلة نادي الأهلي، وبقول لجمهور نادي الأهلي كل سنة وانتم طيبين، ولشعب مصر كلهم كل سنة وانتم طيبين. أنا متفائل بمصر إنها إن شاء الله هتعدي الكبوة، بس إحنا نصبر، إيدنا في إيدين بعض، إن شاء الله هننجح، هنعدي، هنتقدم، هنتطور، في خير جاي لمصر كتير، علشان المقيمين على البلد دي ناس مخلصين جدا، يعني بيتفانوا، وأولهم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتفانى في شغله، في أدائه للواجب اللي هو المفروض عليه تجاه شعب مصر. اللي علينا احنا كمان نكون مجتهدين، ويكون عندنا يقين بالله أولا سبحانه وتعالى ان مصر فعلا تستحق انها تكون لها ريادة ومكانة عالية جدا بين الدول. دايما فرقة كنوز في معظم حفلاتها بتقدم اصوات جديدة، اللي هم بالفعل يكونوا على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الموهبة اللي تستحق ان فعلا الجمهور يسمعها. ما بنقدمش اي حد، لازم يكون جاهز انه يقف على المسرح، يكون عنده الجرأة انه يغني قدام جمهور،
وبالتالي يكون عنده الموهبة رقم واحد، إن يكون صوته حلو، إن يكون يعني كده كاريزما، يكون حضور قبول، عنده ذكاء، يعرف يتعامل إزاي مع الجمهور. ما فيش شك، الحمد لله رب العالمين، كل الأصوات اللي أنا يعني بفضل الله قدمتها في فرقة كنوز من أول ما ابتديت كلها الحمد لله نجحت وليها بصمة دلوقتي سواء في الأوبرا أو خارج الأوبرا. الذوق اللي تربى على أنه يسمع فن محترم وفن جيد بهذا الشكل، ما فيش شك أن أي حد يقف قدامه ويغني هيبقى يعني قدام لجنة من الجمهور من أصعب ما يكون. الجمهور إذا قال أن ده كويس يبقى كويس، إذا قال هو ده مش كويس أعتقد يعني أنه لازم يفكر ألف مرة أنه يغني تاني قدام الجمهور. الصوت الأولاني مطرب بيغني أغاني اللي هو الفن اللي احنا مفتقدينه دلوقتي، محمد رشدي ومحمد العزبي، الفنان أشرف البلاح، وده مطرب مش جديد معايا في الفرقة، مطرب بقاله أكتر من 5 سنين معايا في الفرقة. المطربة اللي قدمت النهاردة أغنية عزيزة جلال وأغنية وردة ديت أحدث صوت أنا بقدمه في الفرقة، ميرنا شلبي، وأعتقد يعني رأي الجمهور أديك شفته في صوت ميرنا وفي صوت أشرف. بشكر كل جمهور نادي الأهلي وبشكر يعني الفرصة اللي أتيحت لي النهاردة من إدارة نادي الأهلي فرع مدينة نصر، إنها تديني الفرصة النهاردة إن أنا أقابل الجمهور الحبيب. ومفيش شك إن في علاقة حلوة بيني وبين جمهور نادي الأهلي. الحليوة بتميل العيون على خده
سايم عبير بيعدوا لو فات الحلاوة بتهل الروايح منه وبيتقال علينا كمنه بتهل الروايح منه وبيتقال علينا كمنه متأكد وعارف انه أمورة وحلاوة بشوفها بدعي لها أحب عني وتكحلها ولما بشوفها بدعي لها يا عيني عليك تسهلها تخلي العقل يتحير بيقول سكر من السكر بيقول سكر يلي قلبك أطيب قلبي انت غني
هلي هلاله أنا شاهد جماله ونهلي هلاله يا عين أنا شاهد جماله وتبقى عوزلي عوزلي ليلتهم طويلة برضه ليالي يطلع يا اليوماني برضه ليالي يطلع يا اليوماني عالبستان ينور في يوم ليالي. طيب قبل ما اكمل لحضراتكم الفقره في معانا فقرات كتير قوي هقدم لكم دلوقتي معانا ثلاث فقرات تاني. معانا الفنان فكري درويش فريد الاطرش عارفينه طبعا، ومعانا الاستاذ اشرف الفلاح، محمد رشدي ومحمد العزبي ومحرم فؤاد، ومعانا النجمة الواعدة ميرنا شلبي. شفتوها مش كده؟ طيب هنبتدي دلوقتي بالفنان أشرف البلاح. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة.
سلموني شفة ورد وسنة لون من بعيد تبسموني صوروا لي الحب جنة وعلي ليه ناس قولولي صوروا لي الحب جنة مش بخطري الجميل سلمت أمري غصب عني مش بخطري الجميل سلمت أمري مين يا ناس يحكم بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرح رمش عينه عظيم اعضاء جمال كل حاجه حلوه بنبقى مبسوطين يعني بنحس ان احنا فعلا داخل الاسره بتاعتنا وداخل البيت بتاعنا فغصب عن الواحد لازم يبدع لازم يقدم احسن ما عنده وهو الحمد لله يعني انا مطرب موسيقى عربيه بغني التراث اللي هو زي ما انت سمعت كده وزي ما حضرتك قلت برضو تفضلت وقلت بغني للرشدي بغني للعزبي بغني غنيت لمحرم النهارده ما اعرفش سمعتها ولا لا قلت رمش عينه لمحرم برضو النهارده فالحمد لله رب العالمين فالمصري هيفضل مصري والاصل هيفضل اصل ما فيش حاجه اسمها قلت الدخلاء ده على الفن بقى يعني دي حاجه تانية يعني دي حاجه تانية بس ان شاء الله اللي احنا شايفينه دلوقتي ان احنا بقالنا برضو فتره بقالنا كام سنه ان ابتدى الشباب يعود للاغنيه الشعبيه ويعود للاغنيه القديم الجميله الشعبيه القديمه الجميله اللي بمعنى كلمه شعبيه يعني غير الشغل اللي هو اللي انت حضرتك فاهمه فنتمنى ان احنا نرجع الحاجه الجميله دي تاني ان شاء الله ان شاء الله انا بتمنى لمصر كل خير لان دي البلد اللي احنا عمرنا ما هننساها اتولدنا وعشنا وتربينا وكلنا وشربنا وكبرنا وكبرنا عيالنا وعملنا كل حاجة فيها بتمنى كل خير لمصر والأمة العربية والوطن العربي طبعا وبتمنى للنادي الأهلي مزيد من التقدم والازدهار وحصد البطولات وإحنا إذا كنا معلش دلوقتي يعني كده معلش يعني بيمرض إنما ما بيموتش الأسد إحنا شوية بس إن شاء الله هتبقى كويسة وهتبقى مظبوطة إن شاء الله وبتمنى طبعا على مستوى لي أنا الشخصي أتمنى بقى طبعا أتمنى من عند ربنا نجاح وأتمنى قبول من الناس وقبول من الجمهور We'll be right back.
Thank you.
عايز بقى اقول احنا دايما نقول كل عام وانتم بخير، عايز اقول كل عام وانتم بسلام، لان نفسنا السلام يعم مش في بلد بس، مش مصر ولا دول عربيه ولا اوروبيه، احنا عايزين العالم كله يكون في سلام، لان الصراعات ادت الى تدهورات غير عاديه. عايزين البشريه بقى تخرج من الازمه دي ويعيشوا حياه افضل، بس تكون النيه موجوده ان يبقى في سلام فعلا. امنيتي هو ان احنا نعيش في الامان وفي المحبه وفي الرخاء ونشم نفسنا بقى، يعني لان الشعب يفرح ويتبسط، والحمد لله احنا دايما في بيحقق لنا النادي الاهلي حاجات جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين والناس كلها بخير وسعاده يا رب. يعني الواحد بيتمنى في السنه الجديده ان شاء الله تبقى احسن، وان شاء الله طبعا النادي كمان يبقى احسن، لان كلنا بنحب النادي الاهلي ودايما نيجي هنا وبنقضي اوقات حلوه جدا في النادي مع الولاد والاسره. ربنا يحقق النصر لمصر باذن الله ويخليها في احسن المكان باذن الله. كلنا نسيج واحد، وطول عمرنا طول عمرنا عايشين مع بعض، ولا حصلت فرقه بيننا ابدا، لا مسيحي ولا مسلم ولا اي حاجه. وبعدين الشرطه والجيش دول مين؟ ما هم ولادنا، ابني وابنك وابن عمي وابن خالي، وده كلهم ولادنا، يعني كلنا مصريين. اي حد بيموت في اي بيت ما هو اكنه بيتنا، اكنه ابننا. ربنا يحميهم ويحافظ عليهم ان شاء الله. بتمنى ان شاء الله ان الاداره الجديده تقدر ان هي تجود من 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 اسلوب الاداره، ونقدر نرجع تاني النادي الاهلي يسترد مكانته اللي كان طول عمره عليها، والاعضاء يقدروا ان هم ان شاء الله يلمسوا خدمات احسن وجوده احسن في الاداء بتاع مجلس اداره كله.
هو وجودي في المكان ده، وجودي مع الناس دي وفي وسط الفرقه وموسيقى عربيه دي لوحدها يعني انا بتشرف بيها. وطبعا تاني حاجه ان انا يعني في المكان في النادي، طبعا ده بالنسبه لي شرف ليا. ففي الحالتين سواء ان انا في وسط الفرقه موسيقى عربيه او في النادي، في الحالتين ده شرف ليا بجد. يعني طبعا الحمد لله الناس بتفهم، الناس في ناس سميعه طبعا جدا، بييجوا يحضروا ويسمعوا وبيحبوا الفن، فبالنسبه لهم ان انا يعني اجي اسمع اطرب وداني شويه، ان انا لا المطربه دي قادره تديني اللي انا عايزه، المطرب ده قادر ان هو يوصل لي الاحساس بتاع المغني طبعا، لان احنا بنغني اغاني موسيقى عربيه وحاجات يعني فظيعه. فبالنسبه لنا طبعا احنا نأدي ده بشكل يبسط الجمهور، ده يعني جوانا بيعمل فرحة. وبالنسبة للجمهور لما بنشوف رد الفعل بنتبسط جدا. مفيش جمهور كله هيبقى إيجابي ومفيش جمهور كله هيبقى سلبي، بس انت بتوصل لهم إحساس، بتوصل لهم اللي هم عايزين يرضوا بيه. فطالما ده واصل وهم راضيين بيه ومستمتعين، خلاص يعني مفيش حاجة أكتر من كده. يعني لو أنا شايفة إن حد ماشي بيسأل على الاسم أو بيسمع الصوت فعايز يسمع، دي حاجة أنا من جوايا تخليني عايزة بقى أطلع أكتر، أسمع الناس أكتر، أطربهم أكتر. وكمان يعني برضو هرجع للمكان اللي احنا فيه، النادي الأهلي، جمهوره ويعني أعضاؤه، يعني بجد حاجة محترمة جدا جدا، وما شفتش ومش هشوف زيها. وطبعا النادي الأهلي دوره معروف من زمان وموقفه معروف من زمان، ويعني دي حاجة يعني ده كده معروفة الناس كلها. فطبعا يعني بوجه رسالة لأنه يا رب ينصر بلدنا ده أولا، وكل عام والناس كلها بخير والأمة العربية بخير والعالم العربي كله بخير، وإن شاء الله يا رب سنة جديدة علينا كلنا وعلى الجمهور وعلى أعضاء النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي، وإن شاء الله يا رب دايما في تقدم ودايما في تحسن في بلدنا وولاد بلدنا وشعب بلدنا، ويا رب إن شاء الله دايما نبقى بخير. We'll be right back.
يبقى عام خير على الأمة الإسلامية وعلى مصر كلها بمسلمينها وأقباطها، وربنا يجعله عام خير للكل. وطبعا النادي الأهلي من نجاح لنجاح، وربنا يوفق المجلس الجديد ونتمنى له النجاح. يا رب دايما التوفيق لمصر طبعا، والبلد تبقى بخير، وربنا يصلح الحال يعني ان شاء الله للناس كلها والظروف والبلد. والنادي الاهلي دايما ان شاء الله في ازدهار بقى، والبطولات ان شاء الله في زياده كالعاده يعني ان شاء الله. اتمنى الخير لمصر والامه الاسلاميه كلها، والاهلي ياخد الدوري والكاس وافريقيا وكل حاجه. أنا بعشق النادي الأهلي أصلاً يعني، كلمة أهلي عموماً لها معنى تاني خالص يعني، فبحبه جداً جداً يعني، والأطفال تملي بزرع فيهم هو النادي الأهلي يعني. إن شاء الله السنة دي بقى هيكون في حاجات حلوة، وكمان الحاجة الثمانية الجديدة اللي حلوة قوي وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يعني حاجة جميلة وطبعا بشرة على سنة 2018 يعني إن شاء الله. طبعا إن مصر تتحسن وأحوالها تبقى أحسن من كده، وإن شاء الله بإذن الله طول ما إحنا مع بعض بإذن الله هيبقى مصر هتتحسن وهيبقى الأوضاع أحسن من كده. بالنسبة للنادي الأهلي بصراحة هو كابتن بيبو عندنا أمل فيه حلوة قوي إن شاء الله. كل سنة وإنت طيب ومصر كلها طيبة، وإن شاء الله السنة الجديدة هتبقى خير على مصر وعلينا وعلى النادي الأهلي وعليكم كلكم يا رب بحق جاي النبي. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والنادي الأهلي طيب، وكل سنة كل الناس سعداء مع بعض. عايزة أقول إن النادي الأهلي حلو قوي، وأتمنى هو يكون أحلى من كده، ويا رب نبسط كل يوم. بحب النادي الأهلي وبقى كل يوم بروح فيه، ودلوقتي رايحين سفر. سفر؟ آه. كل سنة وانت طيب لمين؟ للنادي الأهلي، وبنحب النادي الأهلي كتير يعني، وبنحبه كتير قوي قوي قوي، وبنلعب فيه وبناكل فيه كمان بإذن الله. عام سعيد على كل الناس بإذن الله، مسلمين ومسيحيين وكل الناس، يكون سنة سعيدة إن شاء الله 2018 بإذن الله. أنا بتمنى السنة الجديدة يا رب مصر تبقى أكبر وأكبر، يعني أكبر من أي بلد، وتبقى ترتقي واقتصادها يبقى جميل، يعني تحس بالأمان ونفرح ببلدنا أكتر وأكتر، ونفرح بأولادنا وبالنادي الأهلي وبالنشاطات اللي فيه تبقى احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. مصر طبعا نتمنى لها طبعا كل الخير، ويعني ان شاء الله دايما كل الشعب يبقى مبسوط، ويعني تبقى سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. النادي الاهلي عايزين دايما بقى يفوز بقى، دايما يدينا بقى انتصارات دايما بتاعه اللي احنا متعودين عليها، يعني ما يخسرش ابدا ابدا. احنا عايزين دايما كده توب يعني يبقى النادي الاهلي، هو طبعا هيفضل كده طبعا. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ويعود علينا وعليكم بخير يا رب. تمنياتي للعام الجديد ان يتحقق كل الكلام اللي وعدونا بيه بسنه 2017، وكل المشاريع اللي قالوا عليها والبترول والغاز والمشاريع الكبيره قوي دي تعود على المواطن اللي عانى كتير قوي في السنوات اللي فاتت. يا رب ان شاء الله تكون سنه جديده. ان شاء الله احنا متفائلين بالمجلس الاداره الجديد، وأستاذ محمود الخطيب إن شاء الله يعمل كده، عايزين نقلة في النادي حلوة، يبقى ليه بصمة حلوة، ونحس باختلاف في النادي على المستوى الرياضي والمستوى الاجتماعي وعلى كل المستويات يعني. بس احنا متفائلين إن شاء الله وخير يعني بإذن الله. أمنيتي والله يعني النادي يفضل محافظ على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الرياضي. طبعا برضو أستاذ محمود الخطيب يجدد، يعمل حاجات جديدة في النادي، يحسسنا بالتغيير. بس وعام سعيد علينا كلنا. رب يكون عام سعيد وخير علينا وعلى مصر وعلى العالم العربي كله، كل الشرق والناس، وعلى أمة لا إله إلا الله، يعني العالم كله يبقى في خير، ونحن سعداء الحقيقة. كمان يعني ما انساش، اسمح لي ان انا يعني اهني كابتن خطيب، لان هو مربي اولادي ودي واحدة منهم، كان يمشي في النادي مجرد يشاوروا يطلعوا عليه جري يقف ويتصور معاهم، وهو لسه في عز نشاطه في عز مجده الكروي،
وهو في مجده كمان الإداري والأخلاقي، وربنا يوفقه لما فيه الخير ويوفقه للنادي يا رب. إن شاء الله سنة سعيدة، كل سنة وانتم طيبين.